نتمنى انه الدوائر الحكومية تقدم مساعدة، تقدم الخدمات للمواطن. يعني المطر البارحة غرق الموصل، غرق الموصل وغرقت البيوت، ومع الأسف الشديد ما لقينا من الدوائر الحكومية أي خدمات تقدم. البيوت غرقت، الناس غرقت، والشوارع أيضا، ومع الأسف ما لقينا أي خدمات. وإحنا لحد الآن يعني شوف هذا شارعنا الدواسة غرقان، ما لقينا أي دائرة حكومية جت، لا بلدية ولا ماء ومجاري. وشارع للعلم كان كل شيء ما بيه، مجرد أنه طاسات بسيطة يعني تصلح بسهولة، وإحنا هاي فوق الشهرين معاناتنا بهذا الشارع. فأتمنى أنه يقدمون خدمة للمواطن، وهذا واجبه. فالعتب على دوائر الحكومة يعني بدءا من المحافظة وأنت نازل، يعني أريد يقدمون شيء للمواطن. هاي أكثر من 13 سنة معاناة يرثى لها، وشكرا. بهاي المناسبة أريد أقدم موضوع شخصي، ألا وهو مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق اللي طال عليها الدهر. يعني هاي 15 سنة نسمع بيها ويصادقون عليها بالقوانين والقرارات اللي تصدر من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وتدخل بالميزانية لسنة 2014 وسنة 2017 وسنة 2018 تتضمن حقوقنا، ولكن أين الصرف؟ أسأل السيد مدير هيئة التقاعد العسكري السيد أحمد الساعد اللي وعد أنه راح تنصرف بنهاية شهر الثامن اللي راح، اللي مضى، وإحنا هسه بشهر 12، متى تصرف هذه المكافأة؟ والله أخي الموصل البارحة شافت معاناة حيل قوية، وأكثر البيوت غرقت. يعني هاي البيوت متغرق، أش بها؟ بها أثاث، بها أغراض مال الناس، والناس هي أصلا تعبانة حيل، وجاتها هاي المحنة. يعني لو كانت دولة جادة والدوائر البلدية كان نظفوا المجاري والشغلات والشوارع وشالوا الأنقاض قبل ما يصير الأمطار، كان سيطروا على الشغلة. يعني ما كان صار هذا الفيضان ولا الناس لاقت هاي الصعوبات. فاحنا ليش لما ما يصير المطر يلا يجون ينظفون؟ ليش ما قبل هاي ما ينظفون؟ فاحنا نتمنى يعني دائما ياخذون اجراءات قبل ما يصير الحدث. يعني لو كان قبل شهر منظفين او شهرين ما كان تعذبوا. يعني امبارح هم بالمطر قاعد ينظفون وتبهدلوا، هم تبهدلوا. لو قبل شهرين منظفين ما كان شافوا المعاناه. ونتمنى انه ان شاء الله يكون هاي ياخذوا درس، يعني درس لهم، ما دائما يقعون بهاي المشكله كل سنه. هاي احنا هاي خاصة من الجسر الرابع والغزلاني وراس الدواسة وحمرابي والى وادي حجر، هاي كل سنة هاي المعاناة. هاي يمكن اقول لك 20 30 سنة هاي المعاناة، يعني ما يقدروا يلقوا لها حل. فلازم يعني يشوفوا لها صرف، هاي مو كل سنة الناس تغرق. واحنا بلد يعني المخاصة الموصل ما مثل، دائما امطار قوية وامطار غزيرة واحتمال يجوز نشوف بعد امطار ازيد. فإذا ما ماخذين احتياطات شلون المواطن راح يروح بيها؟ نقول إن شاء الله يلتفتون علينا، ولو يعني احنا نقول واحنا نسمع، بس نقول بركة الله سبحانه وتعالى يهينا بطانة صالحة ويديرون بالهم على المواطن، لأن المواطن حيل تعب. يعني هذا الشغلات اكو بالمحافظة كان بيها مجال قبل ما نفتح يسووها وينظفوها ويرتبوها، بس هم خلوها على ما جينا فتحنا واحنا أصحاب محلات وتعبانين. أسعى الشارع يشوف قدام عينك متأذي وحتى رزقنا انقطع. طبعا الأمطار بكل مكان بكل بلد هي أمطار خير، أمطار نعمة، بس عندنا بالموصل أو بالعراق بصورة عامة صارت نقمة. هذا حال مدينة بعد 24 ساعة أمطار، ناس ما تقدر تمشي، شوف البهدلة اللي وراك. هذا حال مجمع مباني حكومية وقلب مدينة تجاري، الحياة بدأت ترجع عليه، حياة ما رجعت لولا أصرار الناس وتعبهم.
والوجه المتين بالعبارة ما رجعت الحياة إذا على مود الحكومة ما رجعت، ولولا المنظمات ما تشوف بشر بهذا الشارع كان الأنقاض بعدها مثل ما هي. والمشكلة مو مشكلة مجاري بس، مشكلة أكبر، يعني كوادر المجاري تشتغل وتفتح لكن البنى التحتية للمدينة ما بعد تتحمل الضغط السكاني اللي موجود والحياة اللي رجعت. المشكلة مو مشكلة يعني كوادر البلدية أو المجاري، هاي الكوادر عليها التنظيف، تأهيل الأشياء البسيطة، 4 أيام ما نايمين بالشوارع كوادرهم وما يفيد. مشكلة أكبر، مشكلة البنى التحتية للمدينة تعبت، مدينة دخلت حرب عنيفة ومشاريع إعادة إعمار وإعادة تأهيل، وأعدنا الحياة إلى الموصل، ومن اللي عادلها حياة الموصل؟ الناس عادت الحياة والمنظمات الدولية عادت الحياة، شنو المشاريع؟ للعلم أكو فقرة ماكو مشروع إعادة إعمار إعادة تأهيل فقط، يعني البناية تعبان أرجع أهلها وشلون ما كان وهاي هي مشي، وإلى متى راح يبقى هذا الحال؟ مقاولات لإعادة تأهيل بعض الشوارع الأرصفة إلى آخره، من المقاول ألف تصفى بيد المقاول دال، ناس تبيع على الناس، ناس تبيع على الناس، وكلها فساد فساد. آخر مقاول اللي استلم أشضل منها زين، إذا دال قصر بشغله الحكومة تمسك منه، تمسك أول واحد لو الثاني لو الثالث لو الرابع، منو اللي تحمل المسؤولية؟ هو إيش تمسك؟ الفساد عندنا أكثر شيء متوفر بالموصل وبالعراق، أسته بالعراق أكثر شغلة تريده متوفرة عندنا هي الفساد، نحن بلد الفساد الأول بالعالم، هذا واقع حال، المعاملة ما تمشي إلا بذاك الحساب. فأنت إذا الفساد وصل إلى المرحلة شو وقت نحن نلقى لنا حل؟ إذا ما ناس خيرة تمسك هذا البلد، هاي الفيضانات يلتقى لها حل ولا جاي يلتقى لها حل؟ وأني موجود وأنت موجود، السنة الجاية الأوضاع أسوأ من هذا الشيء طالما الفساد موجود، ومدينة راح تتعب أكثر والحمل على أهلها يزيد أكثر، وإلى متى؟ زين باها المناطق اللي غرقت، المناطق اللي غرقت أحياء الدندان، طيران، جوسق، غزلاني، محطة، هاي 5 أحياء من اللي أنا شفتهم وبعيني، سيارات هنا عاطلة واللاخ عاطل واللاخ عاطل، عوائل ظلت بسياراتها وطفت بيها، شنو هالبهدله وشنو هالنقمه؟ بالايسر اللي هي المفروض منطقه راقيه روح شوف حي الشرطه، الناس باتت بطابقه الثاني، الماي بطابقه الارضي، اكو منازل، والصبح اكو عوائل الدفاع المدني طلعوهم بزوارق من هاي البلاستيكيه كاجراء مؤقت طلعوهم، حتى والاطفال شنو هالبهدله؟ مجلس محافظه كل اللي سواه انطى عطله، ماكو عضو مجلس محافظه نزل للشارع قال الناس عايش بيها، هو دوره تشريعي لكن المفروض يقف بين الناس واهله. لا كل شيء معكم، وعلى هذا الحال أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الموصل القديمة بحاجة إلى خدمات جمة، ولكن الحكومة المركزية ليس لها أي يد في المنطقة القديمة ولا في الإعمار ولا في الخدمات، سوى فقط الحكومة المحلية نوفل السلطان، وبجهود يعني ده يشتغل بجهود جبارة لكن إيده قصيرة. الفيضانات اللي صارت سببها كلها المجاري، ولهذا سببها أحمل المواطن وأحمل الخدمات المجاري. المواطن يراد لنا توعية، أحمل الشرقية أيضا توعية إلى أطفال المدارس يبدأون من الروضة إلى الابتدائية. المجاري كلها قناني البيبسي كرة المي الآي كولة اللي على السد المجاري، إضافة إلى عدم خدمات موجودة، البناء الرمال سدت المجاري كلها. البارحة المطرة الصغيرة صارت ساعة غرقت الموصل بأجمعها، الأيمن بأجمعه، أنا بقيت محصور من الساعة 11 تقريبا إذي الساعة 4 العصر أنا قدرت أنه أتحرك بالسيارة لأنه غرقت السيارة عندنا بهدلة، يعني العالم تريد تمشي اضطروا أنه يستخون أحذيتهم ويمشون يحوضون بالمايات يلا يقدرون يصلون المكانهم أو يصلون يرجعون لبيوتهم. قسم من البيوت الباحة منطقة الطوافة دخل على بيوت، على بيوت دخل الماي، يعني أثاثهم راحت، بيوتهم غرقت، سببها كلها عدم وجود خدمات جيدة في المنطقة القديمة لتراكم الأوساخ، تراكم النفايات، تراكم الرمال، أنقاض
أنقاض البنايات المهدودة كلها هذه أدت إلى انسداد المجاري، انسداد الطرق، انسداد مجاري الماء، انسيابية المياه، عدم انسيابية المياه، لوجود كل هذه العوامل اللي أدت إلى غرق أكثر البيوت، قسم من البيوت سقطت. يعني أنا امبارح كنت يم بيت واقف يوم المطر قام يقع الجص علي لأن البيوت قديمة وتعبانة. فنرجو من اللي يسمع كلامنا من الحكومة المحلية والمركزية التوجه إلى المنطقة القديمة ومساعدة هاي الناس بأقل ما يمكن. شو عملنا؟ أعرف شو عملنا؟ دعك عليه، دعك عليه. من صرفات وما نقدر نفوت. نعمل، لا أبد، شوف دعك عليه. شوف أنت دعك شوف عينك. أنت شوف بعينك وعلى هذا. هذا شو شو الفرع؟ ما نقدر نفوت، ما تقدر. هاي ما تقدر. مين يطلع؟ أنت من هنا اطلع فوق. اطلع فوق، مو قاعد نسال ونرجع. الفراد، وهاي الشاي، وهاي العمارة واقعة. هاي العمارة يعني. تعال شوف ايه هاي ما عندنا ايه يجي ماي ما لين يجي لين البحر لين الروكي من الماي شو الطالب المسؤول؟ انا يعني عذاب جينا عملوها عيشوا العماره هاي الساخه داخل عليها هذا ابو العماره هذا ابو الساحه يجي معنا ما ادري هاي هاي داخل عليها شوف عليها داخل عليها ايه داخل عليها داخل عليها شوف عليها ابوي اشوف ما اشوفه هاي فوق جوا ايه بالنسبة لأمطار البارحة صارت علينا مانع ما نقمة أمطار البارحة قامت يعني بيتي أنا عندك بخزرج وقع الجامع هنا الناس صار فيضان ما تقدر تفوت على الجامع تصلي الطريق هذا انقطع طريق الخزرج انقطع طريق الساعة انقطع العالم قامت تفوت من جامع الكبير وجامع الكبير كلها وحالات وصيانات ما تقدر تفوت على بيوتها هم والله مطالبتنا من الحكومة المحلية تجي تشوف ان تخصص لنا بلدية هنا تشيل الاوساخ تشيل الانقاض خلف الله على المنظمات جت شالت انقاض خلف الله على الخيرين جو يعني اشتغلوا يعني خيرين على حسابهم فتحوا لنا العوجات عمروا بيوت منظمات جت عمرت بيوت الفيضانات والله نطالب الحكومة المحلية تسوي لنا مجاري تسوي لنا صورة حل يعني إلى متى احنا نبقى نطلع بإيجارات خارج الموصل نطلع بذاك الجانب إيجارات غالية ما نقدر عليها رجعنا على مناطقنا ونسكن وما لنا غير حل يعني فيضان هذا خزرج الساعة أذنى مطرة في خزرج ما حد يقدر يفوت من هنا هنا على الجامع ما حد يقدر يفوت اللي يفوت من جامع الكبير وجامع الكبير قزام كلها من جامع الكبير كلها شوارع مكسرة وصيانات وحالات والله المدارس احنا وقت المطر ما نخلي أطفالنا يروحون على المدارس لا والله الباحه والباحه فضنا مثل الطوافه صرنا فيضان اسعاني قاعد بيت نزل صاير نزله جينا خشون دق علينا مسؤولين دق علينا سيد المحافظ خلي يعملون حال على الاقل ينطونا مشاريع نشتغل شيء وياهم احسن ما اصير ويا شو اسمه استعين بالله حسين متخاز رجعنا فاضي يعني تقول فوق المتر يعني كل صار فيضان يعني بالله حسين السعاده بالجارنا ينطاف هاي داكن علينا هاي ما حالة هاي عجل هاي فلوس اخذوها 180 مليار ويني ماكو هاي داكن علينا الساعة الخاصة كلها طافت والله وصل اش اقول لك يعني حتى البيت فجور ماي يعني عبر تقريبا متر خلينا نشد عليهم والله الحال نسأل المسؤولين يداكنوا علينا خلينا يعملوا لنا حال كم المطر كله فيض فيض يعني هسه علي اول مطر صارت يعني اقول لك يا راح كثير هنا يعني بالاخص العوائل يعني عوائل بيتها طبقوه العفو
طبق اول نسى اسوين قاعدين، الطبق الثاني فوق، طبق اول كله ما يبي، كله فيضان. هسه انا اولهم، انا اولهم بيتي قاعد بالطواف، عبت البيت قاعد بيتي هالساعة. هسه لي حد انا اشوف بيتي كله ما كو طاب ماي، خي يشوفونا خي يدقون علينا. والله يا ابن ايش الناشر، هسه انا موظف، خلي ما المضيف مالي على الاقل نشتغل معاه بالمجاري، حتى لو يوميه 5000 نشتغلها. هسه ما احنا قاعدين عطالين بطالين، والله كسه يعني قاعد بيتي شهر، وين نروح؟ نروح نبوق. كلها فاضت الموصل، يعني ماكو منطقه ما فاضت، من هاي المياه الكثيره جت. يعني من الحكومه المركزيه ما شايفين، كل شيء ما شفناه غير بس المحافظ، بس المحافظ والمنظمات. المنظمات ما شفنا من اي منظمه اي شيء ما عدا الصليب والهلال، وزعوا 480، وزعوا مال مناح، يعني بس هذول المنظمات، الصليب والهلال هذول فاتونا الصراحه. يعني والله وصل لينا للشارع، وصل لينا للشارع، يعني على الشارع، على بيوت فات، على بيوت، على بيوت فات، بس كل سنه وصل عندنا هيك، ما يعني اول سنه. فيضانات الباحة وطر الأمطار على مدينة الموصل بكفافة، منطقة خزرج هي طافت، ما طافت، طافت. وسيد المحافظ، وسيد المحافظ جاء أنقذنا بوقت الضايع وخلف الله عليه، وممنونين منه ونشكره. وقبل الفيضانات وقبل هطول الأمطار عمر هذا الفرع، عمر هذا كان نزل عليه نزلة سواء عدل، جاب مقاولين واشتغلوا هنا ونظفوا المنطقة ونبقى منه مشكورين. هو لا قرايبي ولا عرف ولا هذا، بس احنا نقول خلف الله عليه على ما اداه وسواه، وبيده اشتغل الرجل. بالنسبه للتعويضات، التعويضات احنا المنطقه القديمه اي تعويضات ما استلمنا، بالنسبه للبيوت، بالنسبه للسيارات محروقه الساعة اللي غادي، وبالنسبه للشهداء الناس تريد حقوقها. بلكت لعل الحكومه المركزيه تنظر بعطف على منطقه القديمه ولو تعوضها بشكل. ترى المنطقه القديمه حيل 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 يعني شغلتها منهاره، يعني تعبانه بشكل. بالنسبه للمحلات، المحلات على تعويضات، ولو يعني من صندوق التعويض يسحبون كقرض، وباب الطب يفتحوه. وبالنسبه للبطاله، بطاله فول بالنسبه للبطاله، يعني منطقه القديمه الناس هاي كلها شباب بطاله عطاله، الدور على شغل مدرسه. وبالنسبه لمدرسه ابن حيان، مدرسه ابن حيان ناشدنا اكثر الامرار عليها، وما حد جاء ولا حد جاء ولا حد مار ولا حد سوى لنا شغل بيها. مدرسة بس البيتشن مالها، الواجهة مالها واقعة، الريد بس يعمروها، والأطفال ما عاد تقدر تروح على المدارس البعيدة، والبيوت البيوت عاد تقع غادي على الطريق، للأطفال تروح تقع، يقع على شيء، يقع عليهم شيء هذا يا أخويا. فإحنا نطلب من جهات المعنية ومن الحكومة المركزية أن تراعي المنطقة القديمة بكل الأوصاف وبكل الأشكال. بالنسبة للأمطار مال البارحة ضرت المنطقة كلها، يعني جيبها أنت من رأس الجادة وأنت نازل طوافة، المحطة، البدان، هاي سيارات، إحنا إلى متى نظل هالشكل؟ لا حكومة تجي تغيثنا ولا أحد مسؤول يجي يغيثنا، يكفي عاد. البارحة بيوتنا كلها غرقت، فراشاتنا غرقت، ملابسنا غرقت، ما يصير هالشكل. نظرونا بعين الأوادم اللي موجودة بالخارج، حالنا حال هذول اللي عايشين بالخارج، اللي نشوفهم دول الخليج، أوروبا، احنا ما نريد جزء بسيط من هذا اللي صار بينا هسه. كفي عاد، ترى ملينا، احنا ملينا. الحل شنو مال الفيضانات؟ الحل لازم تطلع 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 هاي البلدية، تطلع المجاري، تطلع على الدفاع المدني. احنا كل شيء ما شفنا البارحة، لا دفاع مدني جاء 5 دقائق وشغل سيارته ومشى، ما يصير هالشكل. يعني فالمفروض هلأ بينا، يعني انت يا عبد المهدي رئيس وزراء، هلأ بأهل الموصل، أهل الموصل ضرروا، ترى ما ظل بيت سالم، ما ظل بيت ما راح شهيد من عنده، فيكفي عاد، ساعدونا.
وقف ويانا، احنا شعب منكم وبيكم، احنا عراقيين. يعني اكثر العالم فكره تطلع منها بس ما عندها فلوس، لو عندها فلوس كانت تطلع ما تبقى بهذا البلد. كافي عاد. لا اخويا احنا ملينا، ناس ملينا، لا شغل لا عمل لا حركه، منطقه منتهيه، الايمن منتهي، بس الايسر شويه بيه حركه، اما الايمن لا منتهي. هسه انا هاي من جيت من المخيمات هاي صار لي سنه كفيلك الله قاعد لا شغل ولا عمل. ما يصير هالشكل. يعني احنا ورانا بيوت، ورانا مسؤوليات، ورانا اطباء، ورانا ملابس، ما يصير هالشكل، معيشه. يا اخويا المفروض تساعدونا انتم، الحكومه تساعدنا، توقف ويانا، احنا اكثر المنكوبين الايمن، اكثر المنكوبين احنا الايمن، فيكفي عاد. قطعت الشوارع، عندنا بيتين وقعوا، هذا بيت يم ابو المشفيات وبيت بالفرع من اثر المياه، والطرق تقطعت، ماكو مجال المياه تمشي، والسيارات تعطلت بالطريق. هذا اللي صار من ورا الماي، العقيدات، الطيران، الطوافه، كثير يعني مناطق بعيدة عنا، لأنه باب الجديد والنبيشيت، لأن تقطع الطرق ما نقدر نعرف إما الطريق المقطوع من السالك. أظن والله بس هذا البيت جزء منه وقع، وبيت عندنا بالفرع هم أيضا وقع منه جزء، حائط يعني وقع منه. أي رأيك الحل شو؟ الحل بيد الحكومة، هي تتبع هذه الامور، تجعل الماي يروح بالمجاري مثل قبل ما كان. كانك تسيب هنا لاجل من يمطر تسيب عريض كبير من راس الجاده للطيران، هذا داخل الارض. هاي معاناتنا. الفيضانات، الماي، النفايات، شوارع مكسره، يعني عطاله بطال، يعني عطاله بصوره عامه يعني. اي والحكومه هاي سنتين بعد التحرير يعني لحد الان كل شيء مو. الفيضان يعني حد ذو الحرج يعني ماكو. الفيضان الموصل من طوافه، باب جديد، طيانه، طيران، جوسق، هذا كله فاضي. ما علم النهر كم متر. امتر النهر عندنا. وتفيض الموصل. المنطقه القديمه هي هلكانه. بيوتها تعبانه وتفيض. هاي حيطان وقعات، هاي عندك هالحيطين وقع البارحه. اي. ومن عدد البيوت الفاضت يعني. البيوت تعبانه هلكانه وهي ناس فقرة. ناس تعبانة وهي حروب، طلعت مضض من حرب، فجاهل ماي وما ماي يعني أمور. من تحمل مسؤولية هذا الشيء اللي صار؟ مسؤولية الحكومة، غير الحكومة المحلية، المحافظة. أنت محافظ أكثر أشوف هي متى يعني. ناس هلكانة، ناس لحد الآن جوا جثث، يعني جثث جوا الأنقاض لحد الآن. الناس مفقودة، انت المفقودين هاي تدورون عليهم، وما من الشعب هذا. الحل ماكو حل. الامطار ما يعني حد حل يعني الامور الاساسية ما سوى، امر الماي وما ماي والفيضانات ماكو حل. كل مطرة نورق، انا البارحة مشيت من الغزلاني موسط محلي الى الركبة الماي. من البرد عزلت ورجعت على البيت. يعني ماكو حل. حل محاصصة، وكل من يعبي بجيبه انتهت، والفقير جو رجلين اللي هو الله. فيضانات الباحة الموصل ثلاث ارباع معزلة، مو فيضانات اي ما ثلاث ارباع، ازيد من ثلاث ارباع. انت تحكي عن الفيضانات، اصلا اكو بيوت بالقديمه ساقطت من ورا الفيضانات. لما انت تناشد ناس حراميه، ناس ما عندهم مروءه، ناس ما عندهم ضمير،
والله العظيم ما عندهم ضمير، اللي عنده ضمير يجي يشتغل لهالبلد هذا، ما يجي يبوق ويعبي في جيبه. ناس حرامية تبوق وتعبي في جيوبها. عجل دولة وكبرى وعراق ومشكلين حكومة، ولي حد الآن الحكومة ما تتشكل. المناصب عاد تنباع بالمزاد العلني. ناس حرامية، ناس جهلة، ناس جريمة يمسكون بلد. يا أخويا بلد فاين حظه طايح حظه، ايش تريد بعد؟ ايش تريد من هالبلد هذا؟ كاي دولة تجي تتامر بهذا البلد. ايران تتامر من جهة، وامريكا تتامر من جهة، وروسيا تتامر من جهة، وكل بلد فاشل. حكومة مركزية ماكو، حكومة مركزية نهائيا ماكو، سلطة عراقية ماكو. بلد فاشل، بلد كله بوق وسرقة، وحقوق مواطن نهائيا ماكو، حقوق المواطن نهائيا ماكو. اي مواطن بسيط ما عنده حقوق، والحرامية عايشين ومرتاحين. الباحة بيوت من قديمة وقعت على هلا. الباحة بيوت من قديمة سقطت على هاليته. ايش تقول؟ لمن تناشد المحافظ يطلع يفتر بس بالليل؟ نحن نريد ناس تشتغل للبلد، ما نريد ناس بس تبوق وتعبي بجيوبها. نحن نريد ناس تشتغل لهذا البلد، مصالح البلد تعيش. لا البلدية تشتغل، لا المحافظة تشتغل، لا الوزارة تشتغل، رئيس الوزراء ما عدلت، لمن تشتغل؟ رئيس الوزراء كيف شايل الاستقالة بجيبه يقول هاي استقالتي بجيبي؟ هاي دولة هاي؟ هذا ايش تحكي بعد؟ خسارة أصلا الكلام عليهم. يعني خسارة عن ضيع كلامنا عليهم يا أخويا. هذا اللي عدنا نقوله. والله أخي الفيضان، إذا دولة ما عندك ظلت على الفيضان. دولة ما عندك، دولة من كذب، سلطة من كذب، بس الفقير الواقع بيها. لا تقول لي ولا أقول لك، غير الفقير ما واقع بيها. لا تقول لي فيضان وما فيضان. الباحة الموصل كلها معزلة، وما يعني الماء عنده معيشة يوم وبيوم. هذا الباحة مات من جوعه. ناس تعبانة أموراتها، القديمة مسحوقة سحق، وتيجي عليهم يقول لك نحن نعمر بالقديمة. المنظمات تيجي تشتغل، إذا ما يأخذون منهم نسبة ما يشغلوهم. المنظمات إذا ما نسبة يأخذون منهم ما يشغلوهم. والمنظمات ما قضية إلا الحرامية والسرسرية. حتى المنظمات إذا ما عنده سلطة ودعم قوي من المحافظة أو من غير مكان ما يصير بالمنظمة. تندعين غدا يوم الله. وأجيب لك دلائل وشوز زي إذا يريدون. هذا اللي عدنا نقوله. أيش تقول بعد؟ أزيد من هذا الكلام ما عدنا. أبطال البحر حجينا، لكن شنو المنطقة القديمة كلها المجاري مسدودة، وبها رمل وبها طين، ومن جراء البناء ومن جراء القصوف كانت كلها مجمعة هاي الأثاث وهي الشغلات. فإحنا نريد أنه الصناديق المائية يفتحوها ينظفوها من الرمل، خاطر لا الماء يمشي على البيوت، وبالإسافة البيوت فاتت عليها الماء ومناماتها وغراضها وموادها. فإحنا نريد أنه يتعاونون معنا في سبيل انسد هاي الشغلة من المحافظة أو من بغداد، بالأخص منطقة قديمة. الماء فات على بيوتهم وعلى أكلهم وعلى ملبسهم، والناس فقراء وما حد ساعدهم، ولا حد بنى بيوتهم، ولا حد تعاون وياهم. في إضافة أن الماء يجي من رأس الجلدة ويجي من الجديدة على المحطة وادي حجر انتهت، حتى المستشفى الماء فات عليها. إحنا نجمع السيارات الصاروخية تسحب الماء وتنظف لنا هاي البلوعات في سبيل تساعد الكل والناس تمشي إن شاء الله بخير وسلامة. والله إلى 60 إلى 70 سنتيم أخوي الماء. يعني أنا الباحة دائما بالمستشفى إلى 70 سنتيم إلى الركبة الماء. زين؟ ودائما شي لابس جزمة والكيات نفس النسوان وزين يركبون بها. فهي مساعدة للكل أنه تنظيف البلوعات والتنظيف يعني على الكل مو بس على واحد. إحنا كلنا نساعد في خدمة الوطن. وصندوق مجرى يجي من جديدة على وادي حجر وينزل على المحطة وعلى القيدات. هذا الصندوق مقبط. وهاي البلاليع تكرم كلها متروسه رمل وطين تنظيف قبل هذا الوقت لازم هي تتنظف. نطالب الحكومه والمحافظه يمشون ينظفون هاي الشغلات ويساعدونا يفتحون المجاري. حالتهم ضعيفه ذولا المنطقه القديمه ينطون مساعدات غذاء، اكو اكياس طين يحطون على الباب خاطر في سبيل الماء الطين لا يفوت على بيوتهم.
يعني ما سووا لنا اي شيء الحكومه، اي شيء سووا لنا مضررين ومضررين وعالم غرقت، خاصه بالقديمه اخويا وايد راحت هذا. اي والله خاصه بالقديمه، القديمه باعها فيضانات العالم، يعني ما تعرف تخلص ولاده لو تخلص اغراضها يا اخويا. فالحكومه كل شيء ما عاد تسوي لنا، اي جهه ما عاد تسوي لنا شيء، لا المحليه لا المركزيه كلهم ما عاد يسوي لنا كل شيء. المفروض يكون المجاري قبل الوقت. كلها ما عاد يسوي لنا كل شيء. يعني هاي ما الصيف، هاي الشغلات هاي ما الصيف يسووها، هسه الشتاء جاء مطر وما مطر، هسه يسووا لنا اياها بالصيف ما سووها، بالمطر يسووها، بالشتاء يسووها، ما يسووها ولا راح يسووها. لا المحليه ولا المركزيه، ما يسووها اخويا. حل شنو؟ اريد ان ننزل بالشارع يعني لا والله جمعوا مسؤولين يخمطون يروحون، ايش ينزل بالشارع؟ ايش يسوي؟ كل شيء ما يسوي. الدفاع المدني جت مسؤول، ايش يسوي؟ كل شيء ما يسوي، الدفاع المدني جاء يعني ينقذ العوائل، ما يقدر الدفاع المدني بوحده، ما يقدر اخويا. المسؤول جاء ايش يسوي المسؤول؟ جاء بس يفتهر وهذا هو، ما يسوي اي حل المسؤول، اي حل ما يسوي المسؤول ولا راح يسوي. ولا راح يسوي مسؤول اي حل. قديمه من سنين ما مليون والله حل ماكو حل، يعني بالعراق ماكو حل. يعني كل من يخلي بجيبه يروح. حل ماكو. يعني مسؤول ايش يسوي لنا حل؟ لا والله ما لا يسوي لنا حل، ما يسوي حل المسؤول. يعاون يفتحون المجاري الاضرار. الاضرار؟ والله بيوت غرقت، عالم غرقت، سيارات موادهم راحت، هم ما عندهم عالم بطاله، ما عنده شغل عالم، ما عنده شغل يا اخويا. ما حد يعاون. ما حد ما يعاون احد، يعني فقير مهجوم بيته، زنجيل كله ببربيل وبسليمانيه قاعد وغير دول قاعد، ما يدير بال، ما يدير بال على الفقير. بيوته قاعد من مخلفات الحرب. اخويا. بيوت والله الى 60 70 سنتيم واصل الميه. 60 70 سنتيم، يعني باحنا احنا ما نزلنا على الشغل من وراء الميه. يعني اذا يجي مسؤول يعطيني يوميتي، ما يعطيني يوميتي اخويا المسؤول. اي والله اثر علينا، وادي حجر طافت. منصور طافت. اي والله منصور طافت، وادي حجر طافت، عقيدات طافت، محطه طافت، كلها طافت. غزلاني دواسه كلها طافت. مليار مال الكويت وين راحت؟ هاي وحدة. 180 مليار دينار عراقي وين راحت؟ هاي الشوارع مالنا. مو بس عيشتغل مدير البلدية. مدير البلدية عيشتغل ولا المحافظ؟ كهرباء تشتغل. مدير البلدية عيشتغل. المحافظ ما عيشتغل. ما عندي بس. ثلاث ارباعهم ذولا مجلس المحافظة حرامية. وأنا مسؤول عن كلامي. افتهمت علي؟ المحافظ جانا على بحركة، أنا كنت نازع بربيل. جاب لنا جدرين، واحد مرق وواحد تمن. معنا 150 عائلة أحلى من الموصل. وزع لنا كل واحد كاسة تمن وكاسة، تعرف ايش قد سجل؟ مليار. هاي جدرين مليار. والمحافظ الاخ ابو راس الكبير يبعد عنك كيلومتر ما زار المخيم. ابو راس الكبير تعرفون ابو الحصن. تعرفون ابو الحصن؟ اي هذا اللي منس على راس الحصان. قلت له يابا مكان ما تبلش على راس الحصان منس على راس اليتيم. هاي يصير فيها اجر. باقونا راح نظل. الفيضانات شنو رايك؟ ها؟ الفيضانات اللي صارت. فيضانات هاي من الله. هاي ما نقدر نحكي بيها، هاي من الله سبحانه وتعالى، وفر لنا مال سنة راحت. سنة راحت ما شفنا مطر. الله تعالى مطر هذا خير. توفير وين؟ أنا ما انظلت بالفيضان. يا خليني أروح الله يستر عليك، أنا مشكلة. والله مشكلة. ما أقدر أبلع العودة ما عاد تنبلع العودة. شيلوهم هذول شيل شلع قلع شلع قلع شلع قلع كلهم هذول كلهم والله فابي ما عاد يشتغل. المجاري كلها مسدودة. باب جديد قصة الواحد انسد كلها فاضل. من باب جديد لغزاني لوادي حجر الجوة. كلها فايضة. الحل شنو فايضة؟ نطالب المسؤولين فتح المجاري، الماي، الأرصفة، حتى الأرصفة عايش يشتغلون بها بس.
هاي الشوارع كلها ما مبلطة، واحنا مركز مدينة يعني. مركز المدينة. كل هاي الشوارع ما مبلطة، كل المجاري مسدودة. بحلول سريعة، لأن بعد الشتاء على أوله. تفتح المجاري تبليط الشوارع، كل شيء ما نطالب. وهم ماكو شيء زحمة. البارحة معزة. من سبب الفيضانات، فاضت الماء صعد لي فوق. لي أنا. البارحة معزة. نطالب المحافظ باجراء على هذا الفيضان، يعني خلي تجي البلديه يعني تشوف هالشيء هذا. العالم تبهدلت، الماء يعني يفوت على البيوت، يعني وين الميزانيه مال المحافظه؟ يعني بلديه ما تقدر تعالج الفيضان كله؟ يعني نحن هم يعني شوف هالبسطات خطيه، هم البضاعات مالهم كلها راحت. خيجون يشوفون، خيجي المحافظ يطلع على هالشيء هذا كله اللي حيصير. نحن هم يعني هم الشعب هم يعني هم لازم يصرفون على الشعب. الحل شنو برايك؟ الحل خير جو البلديه، يعني ميزانيه يعني مال المحافظه 2.15%. خي جون يعني البلديه ما تقدر تعالج هالفيضان هذا كله. هسه شوف باقي المحافظات ماكو هيك شيء. هاي كلها يعني المحافظ هو يعني مسؤول عليها. لماذا وصل الفيضان؟ والله يدفن عيني على البيوت، يدفن عيني على البيوت. يعني يعني يجي محافظ يجي يطلع بلدية آلات مانو يجي ويا يجي عالجون. يعالجون لا بس يعني بس يجي يقعد لك والله بلطي فلان شارع للنص يعني بلطي يقول والله هذا هو. والله عندك هنا سوق النبي يسعي فيضان يصير سوق النبي، ومن يعني حتى من يصير الامطار وهاي ما تقدر مفتح بالامطار. يعني هسه عندك سوق النبي يفيض بساعة بالامطار. سبب شنو؟ سبب المجاري مسدوده هم، قله الخدمات، خدماتهم ماكو. يعني كنا على المناطق اللي ايضا فاضت بالموسم، فاض عندك الجانب الايمن الطيران ما طيران هم ما يصير بيه فيضان. هاي ماكو وتبليط شوارع ماكو خدمات يعني من البلديه. هاي نقطه من المحل مالتي. هاي انا عندك من المحل هنا يعني يوصل الماي لي هنا يصير، يعني لو شويه يفوت على البضاعه. ما ترى بعد؟ يفوت على البضاعه. على البضاعه يفوت. على الفيضان. يصل الماي. الاضرار اللي صارت بالسوق الاضرار. والله اخوي الاضرار تعبشني يعني ما تقدر مفتح. يا من تمطر يفيض السوق. المجاري تنسد، خدماته وين تصير؟ ماكو خدمات. فتضطر العالم كله تعزل، ما حد يفتح. من عندك ابو وسطه، ابو محل، ما يقدر يفتح. هاي اللي يستقر، شويه تصفى الامطار، يلا العالم يطق يتفتح. بالامطار اي حركه ما تصير. داخل السوق. حتى عندك هنا بالافرع ما واحد ما يقدر يفتح. شو تطالب انت بدورك كمان؟ والله شو نطالب؟ نطالب بس بالخدمات، البلديه، جماعه المجاري. ما هم جاريهم يجونهم هاي يفتحوا المنهارات شوارع يعملوا خدمات خدماتهم بالشوارع ماكو عندك بالايمن وبالايسر يعني خدمات نهائي ماكو هم وهاي الحكومه كل شيء ما شفنا منه خدمات يعني لا شارع بلطوه لا على شغله الماي اصلا ابسط شيء يعني واحد من تمطر غير شيء لا نفهم ما تعرف تفوت يفوت على بيتك ما تعرف ما ترتاح يعني لان الشوارع عندك ما بيها خدمات اي خدمات ماكو تبليط ماكو البلديه عندك يعني ما عندهم اي دور زين ماكو بيوت يعني يفوت عليها الماي توجه رساله من خلال الكاميرا والله شو وجه اوجه بال يسوون الشوارع المجاري يعملوها هذا يعني اصلا عندك ابسط شيء بسوق النبي يعني السوق فيض نسد هذا ما حد يطق لا يروح ولا يجي لا ابو بسطه مثلا يفتح لا ابو محل يفتح وان شاء الله تلق عندك يعني هسه من تطلع بالشوارع عن فيضان ابسط شيء هذا الخواصر يعني جسر السويس يعني هسه يعني اليوم الصبح نص متر يعبر جسر يعبر الجسر مال السويس عندك كذلك بالايمن يعني من تفوت وتطلع الثاني قاعد بالايمن منطقه الشيفون يعني من تمطر غير ندخل انذار اولا تبليط ماكو بالشوارع اي تبليط اي خدمات ما بيها
لا اعمار، من ناحيه الاعمار اي اعمار ماكو. هاي بس المنظمات انا اقول لك اي يشتغلون. الشارع شيء كل شيء لحد الان ما شفناه، ولا واحد جاء علينا ولا مسؤول. ما حد جاء قال ايش عندكم ايش تحتاجون. هاي هسه موجوده الشوارع فايضه. خدماء يعني وال عندك الانقاذ مسدوده لحد الان. يعني ايش قد من هاي مسدوده؟ لا 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 نظف باب لا شالوا. دعك على الفيضان البلديه بس هيجي تاخذ فلوس ما تنظف. كلاوات بكلاوات. بلديه احنا نريد بلديه، نريد تجي منظمات، كل شيء ماكو. نريد بلديه تجي تشتغل. فيضان مطر رب العالمين فياض، شوارع مسدده، مجاري مسدده. سوق النبي كله معزل، ماكو ما يقدروا يفتحون. عرباي اندمرت العالم. نبش تريد حياتي. الحل انا حتى راتب رعايه ما عندي. راتب رعايه ما عندي، ابيع علاقات بسوق النبي، اريد المنظمات الخيرين يساعدونا. والله تعبنا. ماكو احد حتى المنظمات جت الناس والناس. والله انا بحي الانتصار حتى فلا واحد جدك الباب عليه قال له ساعدك. ابد. خدمات بحي انتصار شو؟ خدمات بنوبه ماكو حي انتصار. خدمات داكه بحي انتصار، كل شيء ماكو. فيضانات بنوبه بيوت فاضت. بنوبه منتهيه حي انتصار، فيضانات وين ما تروح فيضانات. والله اضرار هاي سوق النبي غرقان، اكثر المناطق مغرقانه. المنطقة القديمة أكثرها ورقانة. حي العربي يعني نتيجتها خدمات ماكو. يعني هاي أكثر المحلات بالمطر تعزل. بيوت يعني بيوت تعبانة حيل. زين الحكومة ما شوف شارة. زين تصريف ماكو، مال المياه ماكو، مجاري مسدودة ماكو. هسه يعني بسوق النبي ما تقدر تعبر. هذا الشارع ما تقدر تعبر. الزحمه يعني حيل، فشنو النتيجه؟ ما تعرف. الحل شنو برايك؟ الحل والله الحكومه لازم تيجي تشوف تصريف مياه شلون يعني يتصرفون. ماكو هذا مي يعني، هاي مطرايه وحده ورقه الموصل. زين يعني ابسط شيء ليش اسوي عطل؟ يعرفون الموصل ورقانه. عطل الدوائر كلها، مدارس، شنو السبب؟ يعرفون ما حد يقدر يمشي. الاضرار اللي صارت هنا للبسطات، اضرار اهل البسطات معزه ما تقدر تفتح خطيه، ما حد يقدر يفتح من المطر. الحكومه ما جايه تنظر بكل شيء بينا. ماكو يعني احنا الموصل طالعين من حرب، يعني لحد الان لا منطقه تعويضات، لا معمرين، لا مشاريع، لا كل شيء ماكو. هاي فوق السنه الموصل جامده، كل شيء ما مسوي لها، واقفه. حل شنو حل الموصل؟ الحال والله الموصل يعني الحكومه اذا ما تنظر بها زحمه الموصل تبقى هيجي. يعني شيء ايش راح تسوي؟ معاناتنا اول شيء بالدرجه الاولى الكهرب. نعم. الكهرب كنا خصصوا لنا 10 امبيرات وطني. ال 10 امبيرات الوطني ما نعرف ايش نشغل عليها. نشغل هيتر ميل واحد تفقس. شغل حمام مثلث امبيرات هيتر تفقس. ايش الشغل تفقس. يعني اللي اخترع على هذه مع ال 10 امبيرات ما اعرف شلون فكر بيها. اقله خليه يعملوها 20 امبير. يعملوها 20 امبير نطيق نشغل هيتر شيء لان غاز ماكو. بهالشتي هذا البغد بعد ما فات الشتي مليح. ها عفوا نتكلم موضوع ثاني ايضا برنامج الميكروفون. تكلمنا على انتشار الاوبئه الموصل القديمه نتيجه الجثث الموجوده داخل لحد الان. انتشار الاوبئه الجثث تحت الانقاض هاي هسه اهم عي طلعوها. الاوبئه الاكثر اذا وقع بيت هنا يصير مزبله. يعني اهل المنطقه ما يفكرون يقولون هذا بيت متضرر صاحبه. ها اكو مكان مخصص على الشارع العام ما يطروها على الشارع العام قريبه عليهم. هاي البيت اللي كان وقع يعملوا خربه مزبله يعملوا. دور الحكومي ماكو. منظمات اكثر شيء منظمات على تجي، منظمات على تبني على تعمر، وما كل المنظمات، منظمات معدوده يعني. ايه دورك مواطن الحل شنو الحل؟ والله انتشار يشيلون الجثث هاي بقت يم الدفاع المدني يم الحكومه هي الدور.
عليها. يسألون أهل المنطقة ويصبكم وقع بيت روائح للجثث. الروائح حاليا لا ماكو. ماكو روائح. بس على أقول لك الأوبئة أكثر شيء، أكثر شيء البيوت اللي كنا انقصفت أكثر شيء على يعملوها مزبلة. يعني أقله لو يجغوا له حائط، يجغوا له حائط على حساب المقصود. ما بها جثث مثلا عوائد حتى العناصر داعش تحت ما شرط عناصر داعش. اكو عالم كان انهزمت من تلك الجد من ذاك من الاحياء مال ايسر كنجد هوني على اليمن، او كن عبغوا من غير مناطق كن جوع على اساس دي يتقاربون على الجيش دي يخلصون. ايه فصار القصف واكو وقع السرداب عليهم، بيت كله تهروك عليهم، فيظلون جوا الانقاض ما حد يعرف بيهم اللي حد الان اكو ما حد يعرف بيهم الا تطلع غيحه او شوف هو وابو البيت عيعمر بيته تطلع الجثث. يعني ذاك اليوم واحد عيعمر بيته طلع جثتين فوق بغرفة الفوق وجثة مع طفل صغير بوت الجوة بالسرداب.